مرحبا أيها المفكرون الصغار، سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الميم. هكذا يكون شكل حرف الميم. سوف أقوم الآن بقراءة نص القراءة الموجود في كتاب اللغة العربية حتى نتمكن من معرفة الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم. انتبهوا جيداً أعزائي إلى لفظ حرف الميم. اسم الدرس هو أحلم أن أكون. أستمع إلى قصة حرف الميم. قال وسيم: أحلم أن أكون مهندساً. قالت سمسم: أحلم أن أكون معلماً.